طبعا هو في ظل الظرفيه اللي كنعيشوها وكيعيشها العالم كامل ديال الكوفيد 19 ارتأت الاداره ديال التعاضد ديال الفنانين انه دير تصويت المناديب هذه المره عن طريق التصويت الرقمي عن بعد. وهذا الشيء طلب واحد المجهود كبير اشتغلوا عليه الاخوان من مده، والامور راه هي غادا في الطريق ديالها الصحيح وكل شيء غادي مضبوط، والناس راه كتصوت دابا عن طريق المنصه الرقميه عن طريق بعد. وكاين هناك كيف كتعرفوا القطاعات اللي كاينه هما 6 ديال القطاعات اللي غادي يتم كل قطاع مرشح المناديب ديالو اللي غادي يتم التصويت عليهم. ولحد الساعه العمليه انطلقت في الساعه 9 صباحا، ولحد الان بقى العمليه مستمره اظن حتى الساعه 5. انا كمراقب مع اللجنه المراقبه، كاين واحد اللجنه هنايا اللي هي مراقبه كتراقب هذه العمليه، وكتكون من 6 ديال المناديب على كل قطاع، وهناك رئيس اللجنه اللي هو محامي ونائب ديالو كذلك، وكاين عون قضائي اللي غادي يشرف على سميتو على العمليه، واللي غادي يدير التقرير ديالها، فهمتوا؟ يعني كاين مسائل كلها قانونيه. قلنا كاين 6 قطاعات، هاد القطاعات كل تيتخاد 1/40 من كل قطاع، بمعنى الا كان العدد 200 تناخذوا 5 ديال من المناديب، كان 240 تناخذوا 6 في هذه الحدود. اللي زوين في هذه الدوره هذه هو كاين، يعني عرفت الدوره بواحد العدد، يعني واحد الكم هائل ديال طلبات الترشيحات، يعني وصلت ل 61 مرشح اللي تقدموا لهاد الانتخابات. كانوا قدموا سحبوا طلبات 2 ديال الاعضاء، دونك بقى العدد 59. دونك من هاد 59 غادي ناخذوا 25، يعني هما اللي غادي يكونوا اللي غيشكلوا الهياكل التعاضديه، غادي يكون فيها المجلس الاداري والمكتب. بالنسبه هذا علاش مسمين، يعني من خلال التاسيس كان في 2008، دونك من 2008 ل 2014 كانت مرحلة، وعاود من 2014 ل 2020 كانت المرحلة الثانية، وحنا دابا داخلين على المرحلة الثالثة إن شاء الله. التفكير في عن بعد، لأن جاك يعني بحكم هذا الشيء دابا ديال الكورونا وهذا الشيء دابا الوباء، كان بالنسبة لنا حنا شفتوا يعني شي حاجة اللي حتى هي بادرة جديدة، يعني بادرة سابقة، ويعني وأول بادرة تنظن في إفريقيا ككل باش يكون انتخاب ديال 1037 مؤتمر. دونك يعني بادرة حسنة، والناس مشاو معاها، كاين تجاوب كبير من خلال يعني الناس اللي تيصوتوا. وهذه شنو أخر؟ كاين شي تغيير في التعرضيات دابا حاليا؟ ما يمكنش نعرفوا يعني شنو جاي، نتمنى ان شاء الله اللي تهمنا هو يكونوا ناس في مستوى تطلعات، يعني الفنانين في مستوى ما هو اجتماعي، ما هو صحي، ما هو لان هذا الشيء تيهم بزاف الفنان، لان الفنان يعني بكل صراحه ضايع اجتماعيا بشكل كبير. يعني تنتمنى ان شاء الله التعاضديه ديالنا تكون يعني تشتغل على يعني الشؤون الاجتماعيه بشكل كبير، سواء على مستوى الصحي، سواء على مستوى التقاعد، سواء على مجموعه ديال المستويات. نتمنى ان شاء الله.